السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي ومشاهدي القناة. لو أنت لسه عضو جديد في القناة ما تنساش تضغط على سبسكرايب وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد. أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/6. في مقدمتها طبيب الأهلي يتسلم تقريرا عن 8 مصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا. طبيب الأهلي يتسلم تقريرا عن 8 مصابين بالفريق. يتسلم أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تقريرا شاملا عن المصابين بالفريق من الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بعدما تواجد الأخير في تدريبات الفريق الأول الأيام الماضية خلال سفر أبو عبلة إلى النمسا لمرافقة أكرم توفيق لاعب الفريق للعرض على الخبير النمساوي. ويحصل أبو عبلة من أسامة مصطفى على تقرير عن أحوال ما يقرب من 8 لاعبين في الفريق تعرضوا لإصابات مختلفة الفترة الماضية، وهم علي معلول وديانج وحمد فتحي وعلي لطفي وحسين الشحات وأيمن أشرف وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم. ويستعلم أبو عبلة من أسامة مصطفى عن تطورات علاج المصابين بالفريق ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي الذي يخضعون له خلال الأيام الماضية. واقترب ديانج وعبد المنعم من العودة للتدريبات الجماعية بالفريق، حيث تقرر مشاركتهما في مران اليوم ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة بيراميدز المقرر لها 9:30 من مساء بعد غد الأحد في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر. وكان أحمد أبو عبلة قد قدم بزيارة نادي بايرن ميونخ الألمانية قبل التوجه إلى النمسا للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال الطب الرياضي. ووجه الدكتور أحمد أبو عبلة الشكر للجهاز الطبي لفريق بايرن بقيادة الدكتور يوخن هانا لتعاونه مع الجهاز الطبي بالأهلي، كما حرص على إهداء درع الأهلي للدكتور يوخن علي هامش الزيارة، والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللافتة الكريمة من طبيب الأهلي. وعقب رحلة ألمانيا توجه الدكتور أحمد أبو عبلة إلى النمسا رفقة أكرم توفيق لعرض الأخير على البروفيسور كريستيان فينيكا واطلاعه على الأشعة والقياسات العضلية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حالته وموعد شفائه وانتظامه في التدريبات الجماعية. وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك في النمسا. وكان الأهلي قد فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز. في وقت سابق تحدث الدكتور أسامة مصطفى عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقال إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 3 أسابيع، موضحا إن علي معلول لاعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 10 إلى 10 أيام. وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن تشخيص إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الخلفية اليسرى ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 10 إلى 10 أيام. وكشف الدكتور أسامة مصطفى أن حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر أكيلس ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 1 أسبوع. كما تطرق رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين للحديث عن حالة أيمن أشرف مؤكدا أنه اشتكى من التهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج قد تصل إلى 1 أسبوع. وقال الدكتور أسامة مصطفى أن علي لطفي ما زال يعاني من جزع في الرسغ الأيمن ويخضع للعلاج.